معركة جاءت إليها قالت رباه ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ قالت سيدتي لا تلعبيني فإن صدري أوجعني وثديي قد در علي. تبحث عن الرضيع بني بني أفق من سكرة الموت وارقض. أقبلت بها جاءت بها وإذا مرت على جسد الحسين وإذا ترى فاطمة بنت الحسين قالت لا بني ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ قالت لا عم زينب لما هجم القوم على المخيم جئت وفررت وجئت إلى المعركة فرأيت والدي الحسين جثة بلا رأس. رحم الله من نادى وإمامه يا سيد. رجعت بهما زينب لكن أسألك هل نامت زينب هذه الليلة؟ ما هو كانت ترعى عيال الحسين لكن بعض المؤرخين من شدة التعب والسلف أخذتها لمامة من النوم فترة يسيرة. وإذا في هذه الفترة اليسيرة ترى سوادا مقبلا نحو المخيم. هذه من هذه روح علي يا زينب؟ قالت له أيها السواد إن كنت جئت لترويعنا فنحن مروعة وإن كنت جئت لتسليمنا فنحن مسلمة. شلشل ظلام الليل وارعد عصف الرياح ليلة 11 في سماء البدر مالا. صرحت بالوادي نظرها بدمع سفاح راحل الكوفة وجزت
زينب. السلام على من عجبت من صبرها ملائكة السماء. نص الليل يا ابن أمي ولم طفل فقدنا عساري فارت بدهشة تحوم ما أحد وياها طلعنا نفتش الوالي ولا تشوف وجدتهما وقد افترش الأرض وقد فارقت روحهما الحياة.